طيب بداية نود لو تقدمون أنفسكم للقراء وزوار أصدقاء المغرب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. فتيحة حمداي مستخدمة سابقة بمؤسسة دار الرعاية الاجتماعية دار الأطفال العكاري بالرباط. طيب نود لو تقرب قرآنا من طبيعة المشكلة. بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى موقع أصدقاء المغرب العربي للأنباء على قبول الدعوة، وأتمنى من خلالكم أن تطفوا هذه القضية على السطح. وأخبركم كما أسلفت الذكر بأني راسلت كل من وزارتي الداخلية ثم وزارة الأسرة والتضامن من بتاريخ 11 ثم 12 فبراير من نفس السنة. لماذا راسلتهم؟ بخصوص مديرة الدار التي كانت تتاجر في الهبات والإعانات التي تستفيد منها المؤسسة داخل المؤسسة بدون حسيب ولا رقيب. ما طبيعة هذه الإعانات؟ إعانات هي أغطية ثم مواد غذائية وألبسة بناشف إلى غير ذلك، كل ما كانت تستفيد منه الدار، وكانت تتم عملية البيع داخل الدار، وما إن دل هذا السلوك الإجرامي إلا ويدل على التطاول على القانون وضرب جميع المساطر في هذا الشأن عرض الحائط. وهم الزبناء داخل الدار أو من خارج الدار؟ لا، من داخل الدار طبعا. من داخل الدار يعني كان زبناء، ومن هنا أخذت أنا أقوالهم وتسجيلات يعني الناس اللي كانوا تياخذوا من عندها السلعة. فمن خلال هذا المنبر فأوجه الخطاب إلى مسؤولي الجمعية التي تتبنى هذا المشروع. إذا كنتم تجهلون بأن هذه السيدة وتشككون في التهم الثقيلة الموجهة لها، فأنا مستعدة بكل استعداد أن أسلمكم نسخة من الشريط الذي يديمها وبشدة لكي تقفوا على الوضع الكارثي والحقائق في سوء تدبير والتسيير داخل المؤسسة والتلاعبات، وتتأكدوا من أن هذه السيدة ارتكبت أخطاء جسيمة في مسارها كمديرة في هذه المؤسسة، خصوصا ما بين الفترة الممتدة بين 2017 و2018. يستحيل بعدها التسيير لتلك المؤسسة وإبعادها نهائيا عن مزاولتها لمهامها داخلها طبقا لما جاء في إحدى خطابات جلالة الملك نصره الله وأيده: يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسولت له نفسه خيانة الأمانة إلى غير ذلك. بحيث أن إعانة مجلس مقاطعة حسان في سنة 2018 والتي كانت على شكل أغطية مظفر والتي استفادت منها الدار، قد بيعت للغطاء الواحد داخل المؤسسة ب 370 درهم للغطاء الواحد. هذه الأغطية كانت موجهة للمستفيدين الدار، لمستفيدي الدار. لهم أيتام. إضافة إلى بعض المواد الغذائية كالحليب نيدو والقهوة وعلب طماطم إلى غير ذلك من المواد الغذائية والألبسة والمناشف إلى غير ذلك. الدعم من الدولة أو من بعض المحسنين أو من تلك الصناعة التي تحجز لمخالفي القانون ويستفيد منها دور الرعاية. فتسيير مؤسسة كهذه يستوجب أطر تعي جيدا مفهوم تبني وتحافظ على الأمانة وتتحلى بالنزاهة. فخروجي اليوم بهذا التصريح لهذا الموقع هو ما مصير الشكاية المقدمة لوزارة الداخلية، وما مصير الشكاية المقدمة لوزارة الأسرة والتضامن التي آل بها المآل إلى مقر الفرقة الجهوية بولاية أمن الرباط، ومن هناك لم أعد يعني، ومن ذلك التاريخ اللي هو الثالث من شهر أبريل الماضي لم نعد نعرف يعني مآل هذا الملف. هل تم استدعائك من أجل تم استدعائي من طرف الفرقة الجهوية لولاية أمن الرباط، وحرر محضر في ذلك بذلك التاريخ الثالث من شهر أبريل الماضي. ومن ذلك الحين
لم نعد نعرف مآل ذلك الملف. هل سبق للجنة أو مجلس على الحسابات أو جنة افتحاص يعني باشرت الافتحاص ديالها في هذا الدار الأيتام للرعاية الاجتماعية؟ صراحة لأني لم أعد بالدار، لم أعرف إذا كانت هناك لجان أو، ولكن من المفروض أن تكون لجان لتقصي الحقائق والوقوف على هذا الفعل، لأنه موثق بأدلة صوتية للمستخدمين الذين أخذوا من هذه السيدة السلع، بحيث أنهم كانوا يدخلون إلى منزلها، أنها تملك السكن الوظيفي داخل المؤسسة ويقتنون كل ما يعني ما كانت تعرض للبيع. ثم بالنسبة للبحث الذي ماذا كان رد الفعل يعني الفرقة الوطنية؟ فرقة جهوية لولاية أحمر الرباط كان بحث لمدة يومي، يعني البحث يعني أخذ وقت أطول ومدقق جيدا، وأخذوا مني تسجيل اللي هو عبارة عن القرص CD، التسجيلات الصوتية للناس اللي كانوا سيأخذوا من عندها السلعة. ثم حرر المحضر وأخبروني بأنهم ينتظرون صافي، يعني أنهم سوف ينتظرون الرأي النيابة العامة باش يباشروا يعني يتابع التحقيق. وبالنسبة للرئيسة ديال الدار، هل هي على علم بها ما يقع ويجري ويدور في هذا؟ صراحة أول مرة توقفت يعني توجهت لها بشكاية، ما حل لي يعني شكاية كتابية أو شيء فرمية؟ لا كتابية بمقرها في السويسي، فأخبرتني بأنه سوف ترى في القضية، سوف تنظر في تلك القضية، ولكن للأسف أنها ما شاء الله طالب ديالك؟ لا بصير. طيب ما هو المطالب ديالك الأساسية يعني؟ ولماذا تعرضت للطرد التعسفي عندما اكتشفت هذه التلاعبات؟ فلماذا مع العلم أن يعني اتخذت المسطرة القانونية في هذا الشغل، في المسطرة القانونية بخصوص الشغل في هذا الملف، فهي في المحكمة، فأطلب من المسؤولين يعني لماذا أنا تعرضت لهذا الطرد؟ يعني كلما تعلق الأمر بمحاربة الفساد يعني تعرض. نحاول وهل حصلت على المستحقات ديالك كاملة؟ في الحقيقة الأمر لا زال في المحكمة، يعني لم أحصل بعد. لم تحصل على المستحقات ديالك؟ لا لم أحصل بعد. لم تحصل على المستحقات؟ لا أبدا. طيب شكرا على سعة الصدر ديالك.